بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعرف كده بقية الشغل اللي كنا قلنا لحضراتكم عليه بإذن الله إن شاء ربنا. وطبعا أحب إن أنا أقول لكم كل عام وحضراتكم بخير، وسنة تكون إن شاء الله جميلة على حضراتكم. وبرضو هذكر رقم التليفون عشان الناس اللي هي ممكن ما تبصش على الوصف بتاع الفيديو. أنا رقم تليفوني 011-50-500-592. هنبدأ كده نعرض إن شاء الله شغل الاستوكات النهاردة، ونكمل كده بقية الشغل اللي قلنا عليه. يعني دي أول حاجة معانا، قطع رياكت، مايك رياكت. القطع دي يا جماعة متوفر منها مقاسات بدءا من 40، 41، 42، 43، 44 حتى 45. قطع ما شاء الله مميزة جدا، من أجود أنواع الاستوكات. الخامة نفسها يعني هي اللي بتقول الكلام ده، والكواليتي نفسه عالي جدا. حاجة جميلة جدا وممتازة ما شاء الله بمقاساتها. حاول أوضحها كده أكتر. شوف حاجة تاني برضو، في لون تاني منها، لون برضو اللي هو الكحلي ده أو البترول ده، جميل جدا. طبعا ماتيريال يا جماعة عالي فعلا، وفي مطاطية حلوة مريح جدا، من الحاجات اللي هي مستوياتها يعني ما شاء الله. احنا كل يوم كده ناخد مقتطفات كده بإذن الله من الشغل اللي بيخش لنا ونعرضه. متوفر منها مقاسات برضو ان شاء الله. طبعا برضو يا جماعة اللي بيكلمني مثلا على مقاس او على الكلام ده، يعني ساعات الشغل بيطلع فغصب عن الواحد يعني، سامحني برضو. نايك رياكت، نشوف لون تاني برضو منها. بسم الله الرحمن الرحيم، في اللون الابيض منها طبعا ما شاء الله برضو عليه، لون يعني بياضه حلو جدا ومميز. شوف كده شكل القطعة من الداخل عامل ازاي، حاول كده يعني ازورها. الفرش برضو بتاعها فيه مطاطية جميلة جدا ومرنة جدا. مستوى عالي يا جماعة يعني تبارك الله. برضو دي متوفر مقاساتها من 40 حتى 45. شوف القطعة الأديداس دي، قطعة مميزة برضو ما شاء الله. معانا برضو سكتشر، عشان ناس كتير كلمتنا على السكتشر. شوف القطعة كده من الداخل شكلها. ونسيجها جميل ما شاء الله، حاجة مميزة جدا. متوفر مقاساتها بإذن الله بدءا من 40 حتى مقاس 45، يعني كل مقاساتها متاحة إن شاء الله. وهنعمل فيديو باذن ربنا برضو للشغل الاوريجينال ان شاء الله. ده الاستوكات يا جماعه اللي انا بعرضها، دي شغل اللي هو الاستوكات.
حابب برضو يا جماعة كده، معلش في حاجة كده برضو تانية يعني هعرضها على حضراتكم. ده شوز نايك، يا رب اعرف اوضحه كده. القطعة دي يا جماعة مقاسها 40، القطعة دي يا جماعة مش للبيع، انا عارضها بس ليه يعني لاخواتي طبعا الناس المحترمين اللي هو بيبقى مثلا غير قادر على انه يشتري حاجة مثلا لاولاده والكلام ده، كلنا طبعا اخوات والدنيا ديكوا شايفين يعني في اللي عنده استطاعة ان هو يشتري وفي اللي ما عندوش استطاعة. فطبعا دي قطعة من القطع، انا يعني مقاسها 40، وهحط رقم تليفوني في بطاقة الوصف بتاعت الفيديو عشان طبعا اللي هو يعني ابنه وبنته مقاسها 40 يتصل عليا ان شاء الله وربنا يقدرنا وياخدها يعني. وطبعا يعني كل الناس اللي بتتابعنا اصحاب فضل علينا وربنا يعني يوسع علينا جميعا ويوسع الناس كلها ان شاء الله، واحنا يعني من ضمنهم. وفي قطعه تاني برضه يا جماعه، قطعه بناتي مقاسها، هنشوفها بس الاول كده اهي، قطعه جميله ما شاء الله على السوله اهي. القطعه دي مقاسها 37 برضه. دي يا جماعه اللي عنده بنت وابنه مقاس 37 اتصل عليا وياخدها، وانا نفسي اعمل اكتر من كده واتشرف ان انا اعمل اكتر من كده. كلنا بنكمل بعض وكلنا بنعين بعض على يعني الحياه. وبرضه معلش بطلب من كل تاجر عنده استطاعه، بقول له بعد اذنك وارجوك ان انت يعني تقدر تطلع حاجه، طلع عندك حاجه يعني في استطاعتك اعملها، اعملها عشان ربنا يكرمك، اعملها عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لسيدنا بلال انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اكلال، عمر ما مال ينقص من صدقه. وربنا يعيننا جميعا ويوسع الجميع. القطعه دي مقاسها 37، لو اتصل عليا يا جماعه اديله عنوان المحل ينورني، اللي هو ما عندوش استطاعه يعني يبقى هو صاحب يعني افضل من غيره يعني. دي 37. والقطعه الثانيه اللي انا عرضتها انا بوضح وبكرر 40، اي حد عنده المقاسين دول ما عندوش استطاعه ينورنا يا جماعه. وبشكركم وكل عام وحضراتكم بخير، وكل اللي بيشرفني في المحل انا بتشرف بيه جدا وبينورني، وربنا يجعلنا كده يا رب اسباب للخير لبعض، ندل بعض ما نضلش بعض. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.